أحد الأخوان نذر أن له نجح في الدراسة وكذا أن يذبح ذبيحة، أحد الأخوان وذبح ذبيحة، هل له أن يأكل من ذبيحة؟ حسب النية، إذا كان نيته بهذه الذبيحة شكرا لله عز وجل على نجاحه فإنه لا يأكل منها، يتصدق بها جميعا. وإذا كان نيته الفرح وإظهار السرور فليدعو إليها من شاء وليأكل منها معهم. أحسنت، جزاك الله خير.